هنا في حالة الإضافات وتحاول إن ترجع بعض الأصناف إلى مورد بتكون شغالة. عملنا حاجة اسمها ارتجاع، دي رقم الإضافة رقم واحد. الكمية اللي اضافت حوالي 100، الكمية المتاحة ارتجاعها 80. يعني ايه 80؟ يعني في منهم حوالي كميات اتصرفت. بنعرف عن أنشأنا حاجة اسمها كارت صنف، يقدر يقول لي ايه هي الأصناف اللي راحوا فين. دي ان شاء الله هنعمل ازاي، هنعرف نعمل كارت صنف. هنعرف ازاي نعمل كارت الصنف ده، هو وارد 800، اتصرف 5، اتصرف 10، وارتجاع مرة أخرى 5، ومتبقي متبقي والباقي 80. فلما تيجي ترجع ما ينفعش ترجع الصنف كله عشان في منهم جزء اتصرف، فممكن ترجع 80. طب عايز ارجع 100 بالكامل، يبقى لازم تعمل ارتجاع بالأقصى. أول خطوة بنعملها علشان نقدر نفعل الكمية المتاحة للارتجاعية، أنشأنا زر اسمه ارتجاع المتاح بالكامل. أول حاجة بنعملها هنعمل قيمة افتراضية باسمها ارتجاع المورد في الخانة دي كده أهو. لازم أول حاجة بنعملها يبقى استخدام أول خطوة باستخدام القيمة الافتراضية باسم هنا قيمة افتراضية، وهي بتيجي عن طريق الكلمة دي اتجاه للمورد. يبقى احنا كده الكلمة دي التكست بوكس ده ساوى الكلمة ديت اتجاه إلى المورد أهو. الكلمة اهي هي دي. وبعد كده نعمل اختفاء للتكست بوكس. ازاي نخفيها؟ ازاي؟ لازم مبقاش ظاهرة، اللي هي عبارة عن فيسبول بيساوي نو، وبنخليها متبانش خالص بالشكل ده كده. يبقى احنا عملنا اختفاء، اختفاء الكلمة دي، لأن الكلمة دي هنحتاجها. يبقى كده أول خطوة عملناها إنشاء قيمة افتراضية باسم ارتجاع إلى المورد.